الاصل هو اللي هيفوز، مفيش حاجه، لا ليها مقياس. مباراه اهلي وزمالك اللي عنده دوافع الفوز هيقدر يفوز، اللي عنده ثبات انفعالي هيقدر يفوز. مباراه قويه طبعا، الاهلي مش في احسن مستواه والزمالك برضه مش في احسن مستواه، ولكن بيفوز. لكن المباراه بالنسبه للاعيبه الاهلي من وجهه نظري الخاصه هي تحدي خاص، مش كونها بطوله نهائي كاس مصر او لا، هي تحدي خاص للخروج من الكبوه بسرعه. صعب جدا تتكهن بنتيجه، صعب جدا تقول مين اللي ممكن يفوز بهذه المباراه، ولكن اعتقد ان سواريش وفيريرا هيكونوا لهم عامل كبير جدا في اداره هذه المباراه، تجهيز اللعيبه نفسيا. اعتقد ان النادي الاهلي عنده ضغوط كبيره جدا جدا من جماهيره الفتره اللي فاتت دي، وربما لو النادي الاهلي خسر ممكن البعض يطالب برحيل سواريش اللي لسه متولي المهمه. في مدربين محظوظين ومدربين مش محظوظين، انا مع ان سواريش مش مدرب محظوظ، انه جه في فتره صعبه جدا على النادي الاهلي، ولكن هي مباراه خارج التكهنات. منافسه صعبه، لان الفريق اللي هيكسب هياخد دفعه كبيره جدا في بطوله الدوري، الفريق اللي هيخسر لقب الكاس بكره هيتاثر كتير جدا، خاصه ان انت بتتكلم ان الاهلي عنده بعد 48 ساعه من نهائي الكاس ماتش مع الجونه، والزمالك نفس الامر بعد 48 ساعه عنده ماتش مع سموحه، فصعوبه الماتش بكره ده جاي في ان المنافسه قويه على بطوله الدوري، ما اتحسمش لقب الدوري، فيعني كل فريق حابب ان هو يتوج بلقب الكاس عشان تكون فرصه ان هو ياخد دفعه للمنافسه ومحاوله حصد لقب الدوري. بالنسبه للاهلي اللي هو هيبقى نازل اللي هو عشان يصالح الجماهير الغاضبه من الخساره في بيراميدز، وتأزم موقف الفريق في مسابقه الدوري الممتاز، فاللعيبه هتبقى بشكل كبير جدا مركزه بشكل كبير جدا عشان تقدر تصالح الجماهير. في المقابل بنشوف الزمالك اللي هو يعني اعتاد على 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 على, على اللعب في وسط المشاكل. الزمالك بيعاني مشاكل كتير جدا، سواء بقى مثلا مشاكل اصابات او عدم قيد للعيبه او سكواد ضعيف، لكن بيمتلك مدير فني مميز هو جوزوالتو فيريرا. لا الماتش هيكون صعب جدا جدا، الاثنين عندهم دوافع، الزمالك عنده دوافع التتويج باللقب الدوري وحسمه كده قدام التتويج بالكاس بعد طبعا الاقتراب يعني بشكل برضه مؤثر في الدوري، عمال يفوز في ماتشات كتير جدا. على الناحيه الثانيه الاهلي ممكن خساره بيراميدز برضه يكون معوقة عليه قدام شويه، لكن الناحيه دي ومباراه الكاس دايما ما بيكون لها حسابات. انا توقعاتي الشخصيه المباراه توصل لركلات الترجيح، مش هتتحسم في المباراه. مباراه الزمالك ما عندوش غيابات اطلاقا من وجهه نظري، يوسف اسامه نبيه ويوسف جعفر لعبوا مميزه ولكن مش هنقول عليها غيابات. ناحية تانية النادي الاهلي عنده غيابات شويه، ممكن هاني وطاير وحسين شحات برضو غيابات ممكن تكون مؤثره بشكل كبير جدا على النادي الاهلي، ولكن اظن انها مباراه تكون كبيره جدا بين الفريقين وهتنتهي بتعادل ايجابي وهتروح لركلات الترجيح.